مقناصنا في ديرة العز والخير من الرويس أجنب الجو السلامة فيه اجتماع أهل الوجيه المسافير أهل الوفا وأهل الكرم والشهامة عسى السحاب اللي قنوفه مزابير ينشي على الدوحة ويمطر غمامة وتفيض رضانه بخترية ونويل وتكسيه من لون الربيع العلامة ويطيب راعي الكيف الملاعب الطير كل على شفه يبني خيامه الوسم بكر والحباري معابير وكل على ما قيل يكرب حزامه ارتبط اسم السلوقي العربي بالمقناص في شبه الجزيرة العربية من العصور القديمة ويعتبر أداة من أدوات الصيد وكانوا يستخدمونها العرب في الصيد الأرانب والضبع. ويمتاز السلوقي العربي بالسرعة والقوة والرشاقة والذكاء وبحكم قل الصيد وندرته وتقنين مواسم صيد الأرانب من قبل وزارة البيئة عندنا إلا أنه ما زال عندنا في قطر ناس متمسكين بالهواية هذه ويملكون سلالات نادرة من السلق ويمارسون هوايتهم في الأوقات المحددة. السلق طبعا اتجاه اخر بس موضوع نفسه اللي هو في المقناص نفسه مثل الطير يعني المقناص مقناص وهدد وخير بخصوص هذا السلق والسلق هي عندنا انواع السلق العربيه والسلق واللي جريهاوند فمنتجين احنا حق السلق العربي الاصيل اللي هي ناخذه احنا من تركيا من سوريا من العراق نقتنيها باحسن نوعيه واحسن السلالات واقوى السلالات والحين العرب وبعض الناس واحنا اتجهنا حق المسابقات والبطولات والانجازات الارنب ما تقدر تقنص لها ما تقدر تدعي عليها الا في موسم معين وعندك سلقان وتحبها خلاص قد قانص وعارف وعندك شيء طيب وهذا فالواحد يقتنيها ويخليها عنده ويشارك فيها في البطولات المسابقات والبطولات يجهزها ويسابق فيها وتحقق مراكز وانجازات وهي مثل حالها حال الطيور والمقناص احنا عندنا سواء كان بطير او سلاح او سلق كلها تصب في المقناص طبعا في السلقان كلنا له ميزه الضيق اللي هو السلق احنا نقول عنه الضيق اللي هو الذكر تميز انه ما له مثل الضارية تجعله وقت التزاوج هذا اللي عندها فتوقف أو مهما كان توقف من فترة 3-4 شهور لأسباق ولا تقدر تجهزه ولا شيء خلاص نفسيتها وما تقدر تشارك بها مهما كانت قوتها توقفها 3-4 شهور بدون هدد بدون شيء اللهم البعض يجهز عشان عقب 3-4 شهور هي نفسيتها عقبها تفتح مرة واحدة والضيخ لا طبعا الضيخ اللي هو الذكر هذا ما شاء الله ما يحتاج جهز وهد الا البعض يعني اذا كان كلها توافق وهو راعي الطير راعي سلق وراعي سلق راعي طير اكثرهم الاغلبيه خلني اقول لك اللي عنده سلق عنده طير ويحب المقناص ويحب ويشارك فيها يعني بالعكس اللي سوونا جمعيه القناص انا اشوفه هو الانسب هو الاصلح للقانص والمشارك كله طبعا انا شاركت في مع جمعية القناص شاركنا في المغرب
شاركنا بسلقان، وطيور ما سمحوا لنا. طبعا الطيور تعرفون مشاكلنا في الطيور، لين نسافر برا فيها مشاكل الطيور، ولو ودينا طيورنا ما يسمحوا لنا، او يعني فيها خاصة الطير. السلق اسهل شوي يعني من الطير، في بعض المشاكل لكن اسهل مراحل اسهل. فيوم شاركنا في الحمد لله شاركنا في بسلقان، والطيور طبعا ما سمحوا لنا يعني، ولا كنا بنشارك فيها وبنحقق ان شاء الله مراكز. في المغرب شاركنا في بسلقان والحمد لله فزنا بالمركز الاول، فزت فيها، وشاركنا في الامارات وتاهلنا، ويعني مشاركات خليجيه فزنا في السعوديه، فزنا في قطر، مشاركات وايد. والتوفيق طبعا هو كلها توافيق وكلها يعني تصب في مصلحه الجميع، سواء كان البطولات او غيره. طبعا في موقف من المواقف صار لي، كنت الله يسلمك كانت عندي سلقه في قطر محققه طبعا مراكز، و موسمين عندي ما أحد ما نسبق هذه السلقة، نادر ما تنسبق يعني سبوق، وكان لها يعني مهتم فيها زيادة في من بين السلقان، لأنها كانت تفرض نفسها بسبقها، ويعني طبايعها وايد زينة، وشاركت فيها في بطولات وأنجزت وحققت. شاركت فيها القلايل وبطولة القلايل اللي هي مقناص، وطرحت ظبي، وكانت ما شاء الله عليها لها أصداء، وطلبوني إياها عالم. بعد القلايل بكم يوم كنا رايحين نركض السلقان نمرنهم طالعين البر، سبحان الله يلعبون السلقان، فجأة شيء تحت الموتر، وش ذا اللي تحت الموتر ما دريت وشو، نزلت من الموتر اللي هي السلقة نفسها، ننزل نطلعها اللي هي دايسها دوس، ما السلقان وايد تربع قدامي، ما يطلع على هذه السلقة. أي والله ماتت. عقبها شوي ضقت من السلقان وخليتهم فترة طويلة، عقب عودت لهم مرة ثانية. السلام عليكم، كيف الحال؟ عساك طيب. وين مكانها؟ الله يعين السلك بكانت. أنا بعكس بخليل، وين شمال هالشكل أحسن عشان ما ترد صوب الزر. مرة وين؟ قدام الحصيات. زين. وين وجهها؟ شفت وجهها وين؟ جهة شمال. شفت موتوري تأصل. حاول رجلي وخلي السلقان هذا وحاول نفذها. اضرب شارك شوي وخلي. يطير الطيارة؟ طير. وعارف ما معك شيء من السلقان؟ لا والله ما عندي شيء. تعالوا اكسرمي اكسرمي اكسرمي. Thank you.
السيارة جنوب جنوب جنوب. زين تظهر من الروض. هذا مين رايح عليك؟ مع الصوت مع الصوت. وفي الأوقات اللي ممنوع فيها الصيد ينظمون مسابقات وبطولات سواء تحت مظلة جمعية القناص القطرية أو شخصية، ويرصد لها جوائز عينية ومادية. وطبعا يسبق هذه البطولات أو المسابقات نوع خاص من التدريبات والتمارين اللي لابد من صاحب السلوقي باتباعها عشان يكون جاهز للمسابقات. اليوم استضفناكم في اسطبلات الوعب، وان شاء الله الحين بنروح المسبح نرويكم طريقه التدريب في المسبح، وراح نرويكم طريقه المعلق وكيف نعلق، وراح نرويكم ان شاء الله كيف تدريب السلق. هذا المضمار، المضمار هلا بهذا الوقت العصر بيبدا تمارين الكلاب، قبل الغياب ساعه ساعه ونص، وسياره العلاق هي كل اسبوع كل 10 ايام،
في هذا ديلون سحب هذا يعني تشجيعي قبل الريس بفترة. طبعا تمرينه بيبدأ أول شيء خفيف 4 كيلو 5 كيلو، وبعدين بنطلع فيه حسب الكلب يعني أو الإدرة اللي عنده والطاقة اللي عنده، وكل أسبوع 10 أيام بنعلق له على العلاق هون غزال محنط على شكل غزال. طبعا الكلب بيكون فاهم إنه هذا صيدي، بنعلقه بحديدة العلاق، السيارة بتمشي والكلاب بينمسكوا على الخط وبعدين بينفلتوا، وعلى أكثر من مرة هذا بنعد هذا التمرين يعني كل أسبوع كل 10 أيام كل أسبوع كل 10 أيام لا حتى يوم الريس يصفي قريب بتبدأ برنامج بقى بتخف عليه شوي. والله الاهتمامات الحمد لله موجودة والدعم موجود والهواية يعني حلوة وكل الناس مهتمة فيها الحمد لله، يعني الله يطول بعمرهم داعمين هنا يعني ما مقصرين بأي شيء، دعم فيه سيارات فيه مضمار فيه يعني الحمد لله، دعم فيه مكان فيه ترتيب دكتور خاص لهم يعني أمورهم الحمد لله طيب. مزرعة الوعب سوت بطولات العام يعني سوت بطولات ما شاء الله يعني سوت بطولات برج في جمعية القناص بتسوي 3 بطولات بالسنة، وبعد البطولات انت بتعرف يعني في منا بطولات مثلا دعم لزرعة الوعب، في ناس اصحابنا يعني هاويين بيدعموا الهواية حلوة وكلياتنا بنحبها يعني متعة فيها روح التحدي فيها يعني بتحس انه انت على طول بترغب بالفوز. اليوم والله عندنا تدريب بننزل السلقان ده الحين بندربها، هذا بشكل يومي تدريبنا على حسب الجو، اذا الجو براد والله بندرب 10، اذا الجو حر والله بندرب 5 4 على حسب وعلى حسب السلوك كيف تقبله معي على التدريب انا ادرب. في طرق واجد والله، اما الموتر يمشي وننزل السلقان خلاص هي متعوده على الموتر، وين يروح الموتر هي وراه. اليوم يا تعال 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 انا بحول بهذا السلقان هذا بحول
مارت يا الربع غلط. جاك 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 جاك. بسم الله بسم الله بس بس بسم الله صار خير صار خير معينها ابو سلطان الصباح اليوم طار الشباب وهدينا عليه الحمد لله ناس ما شفت صدناها معناها قويه ان شاء الله بنلاقي نص الحين ونعين غيره ان شاء الله ونهد. وياك وياك ان شاء الله طب 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 طب.